سهير، يا روح، انا تحت البيت اهو، دقيقتين بس بركن وطال. الله، ما انت عارفه ان هم قاطعين الخط عنا علشان الفاتوره يا ست؟ لازم فضايح. ايوه يا ست، بستقبل بس يا ست. سلام بقى، طالع دقيقه وهكون قدامك. سلام سلام. تفتكر قعد قد ايه استاذ عماد محبوس؟ مش ده اللي ضايق الاستاذ عماد، ضايقه انه مدام سهير مراته ما قلقتش عليه، ما فكرتش تتصل تطمن على جوزها اللي قال لها دقيقتين وطالع، بالذات وانها عارفه ان تليفونه بيستقبل بس ما بيتصلش. اول حاجه جت في بالي بعد ما النور جه وخرجت من الاسانسير، ان اطلق سهير. ازاي ما قلقتش علي؟ عماد لما بكلمه كتير وافضل اتصل بيه كل شويه بيكشم لي في التليفون ويقول لي كفايه بقى كفايه، زن زهقتيني، وانا بحاول اكون خفيفه على جوزي. انت كم كيلو يا مدام سهير؟ مش بالوزن على فكره، اهم حاجه الواحده تعرف ازاي تحافظ على بيتها. طب ازاي اقنعتيه يسامحك؟ عملت له محشي كوسه. مشكلة أستاذ عماد إنه ما بيتعلمش من أخطائه، أو يمكن مش قادر يطلع لحد الدور الخامس على رجليه، عشان كده قرر ما يطلعش لوحده وطلع مع البواب. عيد يا عيد، إيه ده إيه ده إيه ده، أنتوا مين؟ أنت مين يا ابن التواوة؟ أنتوا مين؟ يا أستاذ عماد، يا أستاذ عماد، ولاد عمي قتلوني، ولاد عمي قتلوني. عارف لو فتحت بقك يالا؟ مش هفتح. عارف لو قفلت بقك؟ الله، طب اعمل ايه؟ الله بينا يا تامر، الله بينا يا شيرين. ولاد عمي قتلوني يا استاذ عماد، امان عليك يا شيخ، قول لمرتي انا دفعت مصاريف المدرسة والباص ما تدفعهمش تاني، وهتلاقي الوصولات في الطرنج. حاضر. وقول لها فاضل قسطين في شقة العجمي. البطاش ولا هانوفي؟ بيانكي بيانكي يا أستاذ عماد، وقول لهم إني مش عايز أندفن في البلد. أمال عايز تدفن فين؟ في زايد 2000. حاضر يا أستاذ عماد، يا أستاذ عماد. خير؟ ولاد عمي قتلوني، ولاد عمي قتلوني. ناخد الجثة نعمل بيها ايه؟ بلاش ناخدها، نخبيها. انت لسه هنا قدامي بقى انتوا الاتنين. استاذ عماد. خير يا عيني؟ ولاد عمي قتلوني. لا لا فضل كتير عماد محبوس مع عيد، الله يرحمه، جوه الأسانسير.